السلام عليكم. اليوم مع ام وليد ان شاء الله راح نشوفوا وصفه لي بانكيك. طلبتوها بزاف مني، قررت اليوم اني اعملها لكم. والوصفه تاع لي بانكيك يعني تعتبر وصفه سريعه سهله، يعني تنوضي مع الصباح تمتم توجديها لولادك. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ انا دائما نعطيكم مقادير مضبوطه وبكميه قليله، يعني جربوها الى عجبتكم ضاعفوا المقادير. واش راح نحتاج؟ راح نحتاج بيضه واحده، 4 مغارف كبار تاع الزيت، 2 مغارف كبار تاع السكر، مورف صغيرة تاع خميرة الحلوى، لافاني، نص كاس تاع الحليب، وكاس فارينة. هذا واش راح نحتاج. نبدأ بالطريقة مباشرة. إذا ندير البيضة تاعي، ندلها السكر كما قلت لكم تعتبر يعني كيفية سريعة، ندلها 4 مغارف كبار تاع الزيت، لافاني، حوالي مورف صغيرة تاع لافاني، ندلهم قريصة تاع الملح، الحليب، ونخلط كل المقادير مع بعض. من بعد ندير الفارينة ومورف صغيرة تاع خميرة الحلوى. اذا نخلط المقادير مليح. اذا هذا هو الخيط اللي راح نحصلوا عليه، ما يكونش جاري بزاف، يكون بهذا القوام، هذا كيك يعني على شكل كيك. اذا نخلطوا مليح حتى تولي لنا يعني الخيط تاعنا رطب. هنا نحبس ونخليه يرتاح حوالي 5 دقائق ونجوزو مباشره باش نطيبوه. انا هنا بعد ما جازو 5 دقائق سخنت المقله تاعي. انا نحب ندلها شويه تاع الزبده، لكن هنا لك الاختيار، تقدري يعني تستغني على الزبده، لكن الزبده يعطيها يعني طعم بنين. تقدري ديري شويه تاع الزيت فقط. اذا نمشيها على الوجه تاع المقله تاعي، يعني والفائض نحيه يعني ما نخليهش، وندير بالغراف. هنا على حسب الخبزه تاع البانكيك تاعك كيفاش كيحبتها، كبيره او صغيره. اذا نفرغ، يعني هي وحدها راح تسقم الشكل تاعها بهذه الطريقه، وحاولي كيفاش تسقميها لانه العجينه شويه شاده روحها، ماهيش مطلوقه بزاف. ها هما لي بانكيك تاعنا. يعني مادا بينا تكون عندنا مقله شويه متلصقش تكون مليحه باش ينجحوا لنا. اذا هنا يعني تبان لكم بلي بدات تنشف، نقلبها الجزء الثاني يعني الوجه الثاني، ونخليها حتى تطيب مليح. كما قلت لكم لازم المقله ما تلصقش باش ينجحوا لنا. اذا انا راح نكمل نطيب كامل لي بانكيك تاعنا ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا لي بانكيك تاعنا راه موجدو. هاد الكميه تاع حبيبه تاع البيض لك 4 تاع لي بانكيك هكا بهذه الطريقه. واش ندير مادام هما مدافيين؟ نحكم نديرش انا، حنشبعهم بشوكولا اتاختيني، لكن يعني شوكولا ايطالي، لكن نتوما كل وحده دير المقدور تاعها. تقدري ديري العسيله فقط، العسل الحر اللي عندك، تقدري ديري اي مربى، يعني هنا لك الاختيار في التزيين تاع تاع الحلوه تاعك واش يحبوا ولادك ديري لهم. اذا ندير لهم قطع تاع الموز، كما نعرفوا انه يعني الدراري صغار يحبوا بزاف البنان، نديروا لهم ليمونه، نزيد واحدة من فوقها، يعني راح يجي المنظر تاعهم شباب. ونزيد نزين كامل الطبقات تاعنا، نسيو كيفاش هذاك البنان ما يخرج، يعني زينيهم غير بالعقل، ونخلو هذاك البنان يبان باش الاولاد تاعنا كي يجوا ياكلوا يعرفوا بلي انه هاد التحلية تاعنا فيها الموز وفيها الشوكولا. اذا انا حنكمل نزين. بعد ما درت لهم كامل الشوكولا طبقات، نحط شويه تاع الموز في الوجه تاعها، ونزينها بصوص كراميل. انا هذه لي صوص يعني نشريهم، تقدروا تزينوا بصوص الشوكولا كان سبق وخدمتهم لكم. كما قلت لكم هنا التزيين يبقى اختياري،
كل وحده والطريقه في التقديم تاعها هكذا، يعني باش نشهوا ولادنا باش يعني يتشهوا هذاك الطبق. اذا ها هما لي بانكيك تاعنا واجدين. اذا ها هما البانكيك تاعنا واجد، يعني شوفوا حبيبه تاع البيض، يعني عمرت لنا طبسي ما شاء الله. فرحوا وليداتكم مع الصباح او مع العشيه كي يخرجوا من ليكول، يصبكم وجدت لهم حاجه حلوه بنينه وشابه. نتمنى تنال اعجابكم، جربوها ورجعوا لي بالخبر. ولا عجبتكم الوصفه دائما ديروا جيم لافيديو، شاركوا في القناه ليصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.